السلام عليكم، معكم محمد بسيمي وفهد الشيحة، واحنا في مكتبة جرير، وهالمرة راح نختار هدايا للعيد. نستغل عروض العيد من جرير عشان نختار هدايا لمختلف افراد العائلة، بس بشرط واحد، انها تكون اقل من 1000 ريال. اوكي، فخلينا نشوف ايش تختار انت ونشوف ايش اختار انا ونقارن اختياراتنا في نهاية الفيديو. انا الحين في قسم الالعاب، ابدور حاجة جدا مميزة وبفاجئ محمد بعده. فاجئكم. لقيتها. اتوقع انه ايربودز الجيل الثاني الجديدة بتكون هدية حلوة، ويبغالي اضيف معها حاجة زيادة. بس بقل حاجة واحدة وكمل هدية حقت الشباب والشابات حقت الجيمرز. اوكي، اتوقع الماوس حق الجيمر بيكون شيء ممتاز. ابغى بورد جيم، بس ابغى بورد جيم مميز، يعني هذه الاشياء كثير منها معروفه. ابغى شيء مميز عشان يعجب الشخص اللي بعطيه هديه، وبنفس الوقت عشان فهد ينفجع كذا لما يشوف ايش اخترت. اخيرا انتهينا وجمعنا هدايا تحت 1000 ريال لمختلف افراد العائله، وبنوريكم الحين ايش اخترنا. انا اللي ببدا. يلا. طبعا الاغراض كانت كثيره لان المبلغ اللي معنا هالمره اكبر. اوكي، فابوريك ايش الهدايا اللي انا جبتها. طبعا اولا للاب، اوكي، جبت غريفن اسينشال باور باك، ممتازه خصوصا للشخص اللي وده يسافر، فيها مجموعه اسلاك وتقدر تركب فيها اكثر من USB، ممكن تشحن اكثر من جهاز مع بعض. تعرف واحد لما يسافر احيانا وده يشحن الجوال والتابلت واللابتوب، يحتاج شواحن كثيره. بالضبط. وايضا شيء ما نستغني عنه في كل وقت تقريبا، بطاريه متنقله من نوع انكر. اوكي، طبعا الغريفن سعرها 199 ريال، والانكر سعرها 99 ريال، لكن باقي بعد، لاننا قلنا كم احنا؟ 1000 ريال. فانا لسه كان باقي معي مبلغ. حلو. فجبت هديه حلوه، اوكي، للوالد، اللي هي هواوي ميديا باد تي 310. اوكي، تابلت جميل، جهاز لوحي، وايضا زاد معي فلوس، ايضا اخذت الهواوي ميديا باد تي 3 فليب كفر عشان يحمي الشاشه الخاصه باللوحي. فهذه كانت الهدايا للاب. ممتاز. وطبعا اسعار هذه الجهازين اللي عندي، اللي هما الكفر 99 ريال، واللوحي ب 599 ريال. خلاص كذا صار 1000 ريال تقريبا. خلاص كملنا. ممتاز. وطبعا الام جبت لها هديه مختلفه. اوكي، جبت لها سماعات ايربودز الجيل الثاني من سماعات ايربودز الجديده. طبعا هذه تكلف 799 ريال، وطبعا باقي معي مبلغ اللي هو طبعا لاني اقدر اوصل لين 1000، فجبت هذه ب 69 ريال، عباره عن حافظه للسماعات بتكون حلوه معاها. اوكي، ولونها وردي بعد، اتوقع تعجب الوالده. إيه حلو. إيه. فهذه كانت هديتي للام. حلو. الهديه اللي جبتها للشاب او الشابه هديه مميزه، جبت داش كام من روف، تقدر تركبه في السياره يصور لك وانت قاعد تسوق، ويتصل بالهاتف عن طريق تطبيق، ويدعم واي فاي، ومتوافق مع اندرويد. ممتاز. فهذا شيء حلو خصوصا اللي تصير لهم اشياء على الطريق ويقولون اوه حسافه ليتني لقطت لوحه الشخص اللي قدامي ولا شيء، عرفت يكون سوى شيء غلط. هذه حلوه عشان القفطات. هذه سعرها 525 ريال، لكن طبعا بقى معنا مبلغ، فقلت اجيب هديه اضافيه. هذه شوي كبيره. اوكي، اللي هي لعبه البورد جيم سيكونس. والله كبيره. 369 ريال. طبعا هذه اللعبه للي ما يعرفها تقدرون تشوفون شكلها هنا. اوكي، لعبه بورد جيمز حلوه، تقدر تلعبها مع مختلف اصدقائك او العائله او اي شيء تبغى. اخيرا بقى معي الطفل. حلو. تحت 1000 ريال ندلع على الاطفال، انا جايب لهم هديه حلوه مره، خليني اوريكم اياها. واو، ايش هذا؟ هذه الهديه. والله كلام كبير. انكي اوفر درايف. لعبه سيارات رهيبه. اوكي. والرهيب فيها تعرف ايش؟ يعني فيها هي سيارات صغيره داخل، وتقدر تتحكم فيها عن طريق الجوال. واو. يس. هذه رهيبه. فيها. لعبة رهيبة للأطفال، أتوقع إذا شافوها جدا جدا بيستمتعون فيها، وسعرها 889 ريال، لذلك قدرت أغطيها ميزانية 1000 ريال اللي عندي. كويس. وبتكون جدا مميزة لأي طفل تعطيها. لا بتعجبه أكيد. أوكي، هذه الهدايا اللي جبتها أنا. إيش جبت للأب؟ الأب، خلينا نبدأ في الأب صح؟ أول شيء نبدأ بالأب، طب محمد بيك تساعدني بالله. أيوه. هنا. ما شاء الله. أيوه. بسم الله يا كريم. طيب هذه طابعة كلر ليزر جيت برو للأب. ليزر. يطبع فيها اوراقه، طبعا من شركه من افضل شركات حقت الطابعات اللي اتش بي. قيمتها 799 ريال. ما شاء الله. ايه بينبسط طلب.
طيب خلصنا من الاب، الحين نجي للام. اول شيء جوال لينوفو اي 5 قيمته 349 ريال ما شاء الله. بعدين جبته على اساس حطه في الجوال كرت ذاكره 64 من ساندسك قيمته 45 ريال. واخيرا جبت لها هواوي موبايل واي فاي بورت، هذا واي فاي تقدر تحط فيه شريحتك وتستخدم الانترنت في اي مكان تبغاه، وفي نفس الوقت ايضا شاحن للطاقه عشان تشحن جوالها. هذا قيمته 579 ريال ما شاء الله. هذا لكم جدا مفيد. لما جدا مفيد فهذا حقه الام خلصنا منها هذه. طيب الحين الشاب الشاب اوكي الشاب أو الشاب والشابه 1 2 دقيقه. اوه ما شاء الله في اشياء كبيره جايبها. يوتو طلع يا زي. سلام. طيب بالنسبه للشاب والشباب والشابات جبت لهم حاجات لها علاقه بالجيمنج، الحين صاروا كثير جيمرز يلعبون. فاول شيء جبنا لهم شاشه اللي هي من LG IPS Gaming Monitor جدا ممتازه، خاصه بالالعاب الشوتر مثلا اوفر واتش والاشياء هذه، فمره بتعجبهم. هذه قيمتها 619 ريال ما شاء الله، وفيها دعم AMD بعد. وفيها دعم AMD برضو. حلو جميل. وثاني شيء جبت لهم اياه سماعه بلوتوث مخصصه للموسيقى من HP اسمها بلوتوث هيدسيت 600 قيمتها 200 ريال. 199 تحديدا او 199 ريال. لا تغش. واخر شيء معانا اللي هو ماوس من شركه روكات اسمه ماوس كوبا، هذا مخصص للاعبين العاب الشوتر خاصه، هذا قيمته 159 ريال. جميل. هذا حق الشباب والشباب. هذا الشباب، الحين باقي عندك الطفل. الطفل. اوسع لك الاغراض عشان اسحب. بالضبط ايوه، الطفل برضو دلعته وضبطت الطفل. اول شيء نبدا بهذه ليجو. ليجو سيارات. جمعت لك احسن اثنين ليجو بحيث انه يركب ويستمتع بالتركيب، ثاني شيء السيارات لان تعرفون يحبون السيارات. حاولت تنافسني اشوف لان تحاول السيارات. بالضبط فهذا الحين البدايه الاولى. ثاني شيء اوه ايش هذا؟ هذا شيء رهيب صراحه شفته، روبوت. روبوت يتحكم عن طريق ريموت كنترول، تقدر تخليه يلعب معاك. له كفرات تخليه يلعب معاك، تخليه يرقص، تخليه يسوي لك اشياء غريبه عجيبه زي مثلا يمسك سواره يلعب فيها، يمسك انوار يقعد عليه، يعني سوي اللي تبغى معه. هذا الروبوت صديقك الجديد. والله اتوقع هذا الروبوت بيستانسون عليه مره، بيستانسون عليها. وهذا قيمته 699 ريال بالضبط. يعني فهد ما شاء الله جابها بالسعر بالضبط باللعبتين ذولي للاطفال. ايوه هذه كانت النهايه، هذه كانت خيارات فهد، وشفتوا خياراتي قبلها. قولوا انتم في التعليقات من خيارات اعجبتكم اكثر، واذا كان عندكم مقترحات ثانيه ايضا قولوها في التعليقات. يعطيكم العافيه على المتابعه، مع السلامه. مع السلامه.